طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الموضوع اللاحق اللي هو الكواليتي فاكتور، وناخذ مثالين على الموضوع اللي موجودات بالملزمة تقدرون ترجعوا لهن. مثل ما تتذكرون احنا بالدامبينج أوسيليشن موشن أخذنا 3 حالات بالاعتماد على قيمة كيو. إذا كانت كيو أكبر من 0 فهنا أنا عندي أوفر دام، فهنا الأوسيليشن ما أشوفه. عدك الجسم هو إذا زيح عن موضع الاستقرار يرجع بصورة بطيئة إلى موضع الاستقرار ويأخذ زمن طويل، بينما الكريتيكال دام دامبينج اللي هي الكيو تساوي 0، هنا معناه أنه عندك رح يصير دام سريع ورجوع إلى موضع الاستقرار. والأندر دامبينج إلى الكيو أقل من 0 إيماجيناري، فيصير عندي أنا تذبذب على شكل تضاؤل مع الزمن ولا أن يعود الجسم إلى موضع الاستقرار. الآن إذا أسأل نفسي هذا السؤال، منو اللي راح يخسر طاقة أسرع؟ هل هو الكريتيكال دامب، أوفر دامب، أندر دامبينج؟ فواضح جدا أنه اللي راح يخسر طاقة أسرع هو الكريتيكال دامب، زين؟ بينما الأوفر دامب راح يبقى يخسر طاقة تدريجيا، وكذلك بالنسبة للأندر دامبينج. حتى نحدد نسبة هذه الخسارة مال الطاقة، فأكو فاكتر اسمه quality factor اللي هو يحدد خسارة الطاقة في كل دورة، زين؟ ورح يعني لاحظ التغير على الطاقة على التقسيم على الطاقة اللي هو خسارة الطاقة في كل دورة يساوي زمن التذبذب أو damping oscillation على الزمن الكلي، وهنا هذه لسايكل واحدة. إذا الكواليتي فاكتور تعريفه هو الأوميجا دي على 2 جاما، وهنا إذا تلاحظون عندي 3 أنواع من التذبذبات. الإيرث كويك اللي هو من 250 إلى 1400 سترونج دامبينج هذا، ولاحظ هنا معناها من 250 إلى 1400 معناها من تبدي التذبذب يبدي من مركز الأرض ويوصل لنا بسرعة عالية نتحسس على سطح الأرض، معناه أنه أكو خسارة طاقة عالية، فالدامب التضاؤل جاي يصير عندك كلش عالي. بينما إذا excited autumn، إذا أنت عندك ذرة سويت لها استثارة، فالquality factor مالتها 10.7، معناه عندك weak damping، معناه عندك خسارة الذرة المثارة للطاقة يكون بطيء ويأخذ زمن طويل. وإكسايتد أوتسايتد يعني ذرة الحديد أو نواة الحديد هو 3×10^12 very weak damping، يعني خسارة يعني كلش ضعيف خسارة الطاقة هنا. هنا رح نأخذ مثال إن على اللي هو النظام امتصاص الصدمات اللي بالسيارة. يقول an automobile suspension system is critically damped and its period of free oscillation with no damping is 1 second. يعني هو هذا عند حالة critical damp اللي هو الكيو ايش قد تساوي، يفترض الكيو تساوي 0، والزمن دورة الطبيعية يعني بدون damping هو 1 second. If the system is initially displaced by an amount X naught، إذا السيستم تم إزاحته بمقدار X naught، released with zero initial velocity، ويعني أنت رفعت السيارة مسافة X naught وتركتها with zero initial velocity، يعني كانت السرعة مالتها صفر، سرعة التذبذب. Find the displacement at T تساوي صفر. هذا هو النظام suspension مع الصدمات هنا إذا تلاحظونه، وهنا T تساوي صفر، X تساوي X نوت، السرعة X دات تساوي صفر، T تساوي 1، X ما نعرف إيش قد، زين؟ هنا أرجع
موضوع الـ critical dump، أشوف عندي الحلول العامة هي الـ x of t تساوي a t exponential ناقص gamma t زائد b exponential ناقص gamma t. لا ترجع للمحاضرات مالتك. الـ q هذا تعريفها، إذا الـ q في حال الـ critical dump تساوي صفر، إذن الـ omega راح تساوي لي gamma، omega not عفوا راح تساوي لي gamma. إذا الـ omega not من تعريفها اللي هي 2 باي اوفر تاو نوت، والتاو نوت هو دوره كامله، يعني نظام ال يعني سيركل كامله تساوي 1 سكند، فاذا الجاما نوت الاوميجا نوت عفوا راح تساوي 2 باي. اجي اعوض هذه قيمه هنا، بعدين احصل على الجاما تساوي 2 باي، اعوض الجاما بالمعادله مالتي، وهنا راح احصل واطبق الشروط الحدوديه t تساوي الابتدائيه عفوا t تساوي لصفر، الاكس تساوي اكس نوت، وهنا مجرد راح يصير عندي تبسيط للمعادله، اوصل الى b تساوي اكس نوت. زيرو انيشال فيلوسيتي، هنا الاكس اوف اكس دوت تساوي صفر، الحلول العامة هذه أشتقها، هذه طبعا هي شنو حاصل ضرب دالتين، الـ AT هي دالة اعتبرتها، والـ exponential ناقص 2 by T هي دالة أخرى، فالأول في مشتقة الثاني ناقص زائد الثاني في مشتقة الأول، وهنا أيضا أرجع أعوض عن T تساوي صفر، كل T أخليها صفر، فعندي حدود راح تلغى، مثلا هذا الحد الأول، ليش؟ لأن أكو T هنا، فراح أصفر لي الحد كله. زين، واوصل الى انه ابسطها الى انه اوصل الى a تساوي 2 باي b، والb انا وجدتها سابقا تساوي x نوت، فاعوض عن قيمه ال b هنا، فاحصل على ال a تساوي 2 باي x نوت. هذه الساعات ال b قيمتها وال a هذا تعريفها بدلاله ال x نوت. ارجع للمعادله الاصليه، شو راح اسوي؟ اعوض عن ال A وال B بما يساويها، عوضت عنهم، فراح تصير معادلتي بهذه الصيغة. لاحظوا صارت ال X هي دالة ال X نوت موجودة، ابسطها شوية راح اوصل الى انه ال X لل T تساوي 2 باي T زائد 1 X نوت exponential ناقص 2 باي T. T تساوي 1، أنا أريد الإزاحة بعد T من شلت السيارة وتركتها تذبذب بعد زمن مقداره 1 سكند، إشقد الإزاحة راح تصير؟ فأجي أعوض هنا بكل T 1 بالمعادلة الأعلى اللي هي هاي X of T تساوي 2 باي T زائد 1 X نوت exponential ناقص 2 باي T، وأبسط المعادلة إلى أن أحصل أنه ال x بعد زمن مقداره 1 سكند هو يساوي شقد؟ يساوي 136 بالعشرة آلاف. زين، في x نوت، يعني شقد يصير ال x نوت؟ اضربها في هذا المقدار حتى احصل على الازاحة بعد 1 سكند. وهذا المثال موجود عندكم محلول بالمحاضرات. المثال الثاني اللي هو the frequency of damped harmonic oscillation is 1/2 of frequency of same oscillation with no damping. Find the ratio of maxima of successive oscillation. شريد اريد النسبة ال oscillation الناجحة. هنا شنو يقول؟ يقول عندي تعريف الأوميجا دي، وأقدر أروح إلى انه هذه النسبة see the under damping section in your note، اشوف انه الـ exponential ناقص جاما t هنا تحدد نسبة التذبذبات الناجحة. اجي عندي الاوميجا d هو من سؤال هو نصف اوميجا نوت، واجي اعوض انا عن كل اوميجا d بنصف اوميجا نوت من المعادلة على، وبالتالي راح اوصل الى تعريف المن نا مجرد جاء تعويض وتبسيط رياضي. زين، فاوصل
إلى أنه مجرد تبسيطات رياضية، أنه الجاما مالتي تساوي لي جذر 3 على 2 في أوميجا نوت. جذر 3 على 2 في أوميجا نوت، راح أعوض الجاما هنا at maximum oscillation عندما عند أعلى تذبذب T تساوي لي T sub D. زين، فالإكسبونيشن مالتي هذا أعوض عن T اللي موجودة هنا بدلالة TD، وأروح أشوف اللي جاما TD شنو تساوي لي. جاما T تساوي لي جاما TD، وأعوض عن ما يساوي الأوميجا جاما اللي وجدت سابقا جذر 3 على 2 في أوميجا نوت، في شنو؟ في 2 باي أوفر أوميجا دي، لأن التاو دي هي أصلا من معادلة من تعريف الأوميجا اللي هي تساوي 2 باي على تاو دي. فجيت عوضت عن قيمتها هنا شنو تساويها، اختصرت وراها راح أجي أوجد طبعا هنا تبقى عندي أوميجا نوت على أوميجا دي، والأوميجا دي من صيغة السؤال موجود أنه هي تساوي لي أوميجا نوت على 2. تصير أوميجا نوت راح تبقى الجاما أوميجا جاما في تاو دي، الجاما في تاو دي راح تساوي 2 باي 2 تحت الجذر 3 في باي، وهنا أوجد قيمتها وأرجع أوجد الإكسبونيشال لهذا المقدار، راح يساوي لي الإكسبونيشال ناقص جاما تي دي تساوي لي 2 بمن بالمئة ألف. زين، وهو هي هاي نسبة السكسسيف أوسيليشن. واضح؟ واضح. شكرا جزيلا. طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نبدأ بموضوع جديد واللي هو الـ Driven Oscillation with Damping. يعني هنا عندي أنا Damping Oscillation، لكن أكو قوة مستمرة خارجية تؤثر على المتذبذب. بصورة عامة إذا تتذكرون إحنا ماخذين الأنداب undamped oscillation اللي هو هاي معادلة الحركة اللي اخذيناها بداية الفصل، انه معادلة نيوتن m x double dot تساوي دي ناقص k x. ناقص k x هي restoring force. بعدين اخذنا damped oscillation اللي هو الحركة المتضائلة، فهنا اذا تلاحظون ال m x double dot تساوي لي ناقص kx اللي هي restoring force، وناقص cx اللي هي regrading force او اللي هي نسميها احنا قوة الاحتكاك بالنظام. الان اذا انت تتصور عندك damped حركة هي متضائلة بكل الاحوال، لكن انت جاي with the driving force sorry. فأنا مثل هذا الطفل قاعد على المرجوحة، إذا تلاحظون إذا تركى أمه بدون ما تطي دفعة صغيرة من يعني الخلف يبقى يذبذب إلى أن يضائل، لكن إذا الأم في كل مرة تطي شنو تطي دفعة بسيطة، فهنا راح يبقى يستمر يذبذب حول موضع الاستقرار. فالأم هنا بالواقع جاي تضيف قوة جديدة اسمها driving force اللي هي قوة خارجية تخلي الطفل يستمر بالتذبذب. الآن معادلة الحركة with driving force راح نضيف F اللي هو هذه باللون الأزرق، اللي هي تعتبر أنه عندك قوة جديدة انضافت لمجموعة القوى المؤثرة على الجسم. فهنا الاف انضافت في معادلة الحركة، وكتبنا معادلة الحركة بهذه الصيغة، وعرفنا الاف هي عبارة عن اف نوت، هي عبارة عن سعة اسمها اف نوت في exponential i omega t بعدها راح نعوض مقدار الاف في معادلة الحركة، وبعدين نقترح
حلول عامة. الحلول العامة راح تكون هي x كدالة للt تساوي a، اللي a هي سعة exponential i، i جاية من ال من الإيماجيناري، أوميجا t في ناقص فاي اللي هي فرق الطول. عوضناها هنا. بعدين راح نجي مثل ما تلاحظون عندنا هنا x دبل دات وعندنا x دات وعندنا x. فهنا راح نجي ناخذ الحلول العامة نشتقها بالمرة الأولى ونشتقها مرة ثانية ونعوضهم ثلاثتهم بالمعادلة الحركة. بعد ما عوضت في معادلة الحركة مثل ما تلاحظون في ألوان مختلفة بنفسجي والأخضر والأحمر، هنا راح أبدي أنا أشتغل على الإكسبونينشال. إذا تلاحظون الإكسبونينشال I أوميجا T ناقص فاي أقدر أكتبه إكسبونينشال I أوميجا T دوت إكسبونينشال ناقص I فاي. فأجي أعوض عن الإكسبونينشال بهذه الصيغة. وبعدها إذا تلاحظون هنا الإكسبونينشال I أوميجا T زين أقدر أنا أحذفه من الطرفين، يعني هو موجود بالطرفين. وبعدها أقدر أشوف المعادلة تخفضت بهذه الصيغة. الآن بعدها سحبت الـ exponential i ناقص i phi كعامل مشترك من المعادلة وحولت الطرف الثاني، لأن ضربت الطرفين في exponential i phi. من أضرب هنا exponential i phi، هنا الـ exponential i phi تجي وهنا راح تنحذف من الطرف الثاني. الإكسبونينشال آي فاي حسب تعريف العقدي إنه أقدر أكتبه كوساين فاي زائد آي ساين فاي. فأجي أعوض هذه القيمة هنا فأحصل على هذه المعادلة. الآن راح أجي شنو أسوي؟ أخلي الإف نوت تدخل على الكوساين فاي والآي ساين فاي. وهنا إذا تلاحظون راح يصير عندي اكو حدود هي حقيقية واكو حدود هي خيالية. فهذا الريال بارت، هذه الحدود الريال بارت اقدر اساوي الحقيقي مع الحقيقي والخيالي مع الخيالي حسب قانون العقدي او حسب الرياضيات. imaginary بارت هذا فقط يساوي مع هذا الجزء. راح تصير عندي معادلتين. المعادلة الأولى C أوميجا A تساوي لي F نوت ساين ثيتا اللي هو العدد خيالي أو الجزء الخيالي، وناقص M أوميجا تربيع A زائد K A راح تساوي لي F نوت كوساين فاي اللي هو العدد الحقيقي. الآن إذا قسم المعادلتين واحد على الثاني فهنا ال F نوت راح تنحذف وأحصل على التان فاي تساوي لي سي أوميجا A على A ناقص M أوميجا تربيع زائد K. الـ A راح تنحذف من البسط والمقام وحصل على تان فاي بهذه الصيغة الأمامكم. لاحظ هنا فقط هنا الـ M أوميجا تربيع أقدر أكتبها K. واضح؟ عفوا هنا فقط ما سويت شيء، هذه بعدين خطوة لاحقة. هنا أنا فقط سويت رتبت الحدود، خليت الـ K هو بالبداية ناقص M أوميجا تربيع. هذه عندي صيغة التان أو صيغة زاوية الفرق الطول الفاي. استفاد رياضيا من العلاقات السابقة الأوميجا نوت تربيع تساوي K over M، وأقدر أقول الـ K تساوي لي M أوميجا نوت تربيع، وعدي الجاما تساوي لي C على 2 M سابقا هذه أخذناها، والC بالتالي راح تساوي إذا وسطين بطرفين تساوي لي 2 M جاما. هذول الاثنين هم راح أجي أعوضهم هنا وأحصل على هذه العلاقة. أسحب الـ M من المقام كعامل مشترك وأحصل على زاوية فرق الطول بدلالة معامل الاضمحلال والتردد الزاوية
الاعتيادي وتردد الزاوي في حالة الدريفن فورس. كذلك السعة أقدر أوجدها من المعادلتين السابقة اللي هي هذه واجب عليكم، من المعادلتين السابقة اللي هي مال الريال بارت والإيماجينري بارت من كتبناهم، نقدر نقسم واحدة على الثانية ونحصل على السعة. عفوا نقدر نستفاد من المعادلة الثانية، هسه هذه نرجع لها، هذه المعادلة الثانية اللي هي الجزء الحقيقي وأوجد مقدار السعة. فمقدار السعة أو تعريف السعة أو الامبليتيود راح يكون بهذا الشكل، موجود طبعا بالمحاضرات تقدرون ترجعوا له. الآن راح أعوض عن السي بما يساويها وأعوض عن الكي بما يساوي، فأجي شو راح أسوي؟ السعة راح تكون بدلالة شنو؟ بدلالة الأوميجا نوت والأوميجا وبدلالة الجاما. فهنا مجرد تبسيط، راح أسحب الأم تربيع، الأم خارج قوس تصير عندي أم تربيع، وأسحبها أطلعها خارج الجذر، وبعدين راح أقدر أكتب السعة بهذه الصيغة، السعة تساوي لي F نوت على M على تحت الجذر أوميجا نوت تربيع ناقص أوميجا تربيع الكل تربيع زائد 4 أوميجا تربيع جاما تربيع عفوا في أوميجا تربيع. فهذه صيغة السعة. صورة عامة الأوسيليشن إذا تتذكرون أخذنا undamped oscillation ودامت أوسيليشن وفورست أوسيليشن. الفورست أوسيليشن يقصد به الحالة الثالثة لدريفن فورس، دريفن أوسيليشن فورست يعني يتم اقتياده أو تسلط عليه قوة لخليه يستمر بالأوسيليشن. هنا عندي فري أوسيليشن يعني أوميجا نوت، وهنا عندي دامت فاكتور هو المؤثر أنه جاي يصير عندي تضاؤل، وهنا راح يصير عندي بالتالي عندي ثلاث انواع من الترددات: ناتشرال فريكوانسي الاوميجا نوت، ودريفن فريكوانسي اللي هو اوميجا دي، وعندي مفهوم جديد الريزونانس فريكوانسي. الريزونانس فريكوانسي التردد هذا اللي هو عنده يعني عنده يكون عندك السعه اعظم ما يمكن. زين، وكأنه هسه هنا هذا، لاحظوا هذا الجسر اللي يعني متهشم بسبب انه التردد اللي تأثر او تعرض الى تردد هو قريب او يساوي تردد الرنين مالته، فبالتالي صارت السعة اكبر ما يمكن. ومن صير السعة اكبر ما يمكن من يوصل بتردد الرنيني مالته، اذا صارت السعة اعلى ما يكون معناها الجسيم او البارتكل ما تحمل او الستركتشر مالتي ما تحمل هذا التردد وبالتالي تهشم. فهذا هو واصل للجسر، بالواقع واصل لتردد رنيني وبالتالي تهشم، هذا السبب. هذا الجزء الشكل يعني يوضح لي علاقة السعة الامبليتيود والتردد. لاحظ هنا ساعدنا احنا هذه السعة، هذا تعريفها سابقا. الامبليتيود ريزونانس يعني هذه هي الامبليتيود، بس اذا اريد انا عند التردد الرنيني يحدث at other omega r which is given by، راح اعرف عندي مفهوم جديد اوميجا جديدة هي اوميجا التردد الرنيني، تعريفها هي اوميجا نوت ناقص أوميجا نوت ناقص 2 جاما تربيع، أوميجا نوت تربيع عفوا ناقص 2 جاما تربيع. لاحظ هنا إذا الأوميجا آر تساوي الأوميجا نوت تقريبا يمتى؟ عندما الجاما تروح للصفر، عندما ما عندي تضاؤل بالحركة التوافقية. إذا تتذكرون الأوميجا تام يساوي لي تحت الجذر أوميجا تربيع
أوميجا تربيع نوت تربيع عفوا تحت الجذر ناقص جاما تربيع، هذا إذا تذكرونه بالدامت أوسيليشن. إذا أربع طرفين أحصل على أوميجا نوت تساوي لأوميجا دي تربيع زائد جاما تربيع، وأعوض عن الأوميجا من أنا بنفس الموضوع. إذا أرجع وين أرجع؟ أرجع إلى علاقة الأوميجا R راح تساوي لي وعوض راح تساوي لي أوميجا نوت تربيع ناقص 2 جاما تربيع. زين هنا وراها راح أجي أعوض عن الأوميجا نوت بما تساويها من هنا أخذتها وعوضت هنا بما تساوي، هذا كله كان أوميجا نوت. طبعا هنا أكيد راح يصير بالنتيجة أنه الأوميجا R راح تساوي لأوميجا D تربيع ناقص جاما، واضح؟ لأن هنا جاما تربيع ناقص 2 جاما تربيع راح تساوي لأوميجا D تربيع ناقص جاما. هذه مجرد معادلات رياضية وتعريفات، جاي يستخدم تعريف الأوميجا D والأوميجا نوت والجاما. إذن الأوميجا R يمتى يساوي أوميجا دي؟ عندما جاما أيضا تساوي صفر حسب هذه العلاقة أعلى. لاحظ أنه عندك تردد الرنيني تقريبا يساوي لك تردد الاضمحلال ويساوي لك تردد بدون اضمحلال اللي هو الأوميجا نوت عندما جاما تقريبا أو جاما تروح للصفر أو تساوي صفر. إذا عندي weak damping ضعيف، إذا تذكرونه عندي الريزونانس فريكوانسي أوميجا R وعندي دامت أوسيليشن فريكوانسي أوميجا D وعندي ناتشرال فريكوانسي اللي هو أوميجا نوت. فور سترونج دامبينج شنو عندي؟ الأوميجا R تقريبا تساوي الصفر، وهنا إذا ترجع لها فهنا نرجع إلى معادلة السعة والأوميجا R لين راح نحتاجها. الأوميجا R تساوي لي أوميجا نوت تربيع ناقص 2 جاما تربيع. هنا الأوميجا R صفر راح أطلع أوميجا نوت بدلالة الجاما راح تساوي لي الجاما الأوميجا تربيع نوت تساوي لي 2 جاما تربيع. فأجي شو أسوي؟ أعوض والجاما تربيع راح تساوي لي أوميجا نوت تربيع على 2 في هذه الحالة for strong damping. أجي الأوميجا R تساوي صفر وأرجع إلى تعريف الأوميجا R أساويها للصفر بدلالة الأوميجا نوت وأبسط هنا إلى أن أحصل الجاما تربيع. أخذ الجاما تربيع وأعوضها في معادلة السعة. زين فهنا في معادلة السعة جاي تلاحظون راح نعوض ونشوف شنو يصير ونبسط تبسيط رياضي. طبعا هنا هنا عندك 4 في أوميجا نوت تربيع على 2 تبقى عندي 2 أوميجا تربيع سوري أوميجا نوت تربيع في أوميجا تربيع. أرجع هنا عندي هذا هو فرق بين مربعين، أقدر استفاد بحسب الرياضيات اللي ماخذينها بصف ثاني متوسط انه افتح هذا القوس على شكل اوميجا نوت اس 4 ناقص 2 اوميجا نوت تربيع اوميجا تربيع زائد اوميجا اس 4 تربيع زائد 2 اوميجا نوت تربيع اوميجا نوت اوميجا تربيع. لاحظ هذا الحد هو 2 اوميجا نوت تربيع اوميجا تربيع، انقصها من هذا الحد راح يصير عندي يختصرون فراح تبقى عندي السعة راح تكون شكلها النهائي بهذه الصورة. إذا هنا بس للتأكيد أو للمراجعة في حالة strong dam بديت أنا منين عندي الشرط مالتي أوميجا R تساوي صفر ورجعت إلى تعريف الأوميجا R اللي أخذته بالسلايد السابقة وطلعت الجاما بدلالة الأوميجا نوت عوضتها في معادلة السعة اللي وجدتها. زين وبسطت رياضيا إلى أن حصلت على
صيغة الساعة في هذه الحالة. صيغة الساعة في هذه الحالة. Amplitude of oscillation at resonance peak يعني السعة عند الـ resonance peak يعني عند التردد الرنيني. الأوميجا هي راح تساوي لي أوميجا R. الأوميجا راح تساوي لي أوميجا R. والأي راح تساوي لي أي ماكس. هنا راح أحصل على أعظم سعة. والتردد اللي تعاملوا إياه هو راح يصير تردد رنيني. فهنا أرجع إلى معادلة السعة أيضا. راح شسوي كل أوميجا أخلي مكانها أوميجا R. فهنا أوميجا R تساوي لأوميجا نوت تربيع ناقص 2 جاما تربيع. وهنا لاحظ عوضت عن الأوميجا بدلالة الأوميجا R. هنا لاحظ. وراح شسوي أعوض عن ما يساوي الأوميجا R من تعريفها اللي هو الأوميجا R تربيع تساوي لي أوميجا نوت تربيع ناقص 2 جاما تربيع. فهنا أنا أعوض عنها وبالتالي أرتبها شوية عندي اختصارات أقتصر فأحصل على الأي ماكس تساوي لي F نوت على M على تحت الجذر بهذه الصيغة. أرتبها بعد شوية إلى أن أحصل بهذه الصيغة. إنه عندي أنا لاحظ هنا عندي 4 جاما أس 4 وهنا ناقص 8 جاما أس 4 فراح يصير حد مالتنا بهذه الصورة. إذن الـ A max تساوي لـ F نوت على N وهنا مجرد F نوت على M على هذا الحد. ومجرد جاي أنا أرتب رياضيا حتى حصل على الـ A max تساوي لي F نوت على M على 2 جاما في تحت الجذر أوميجا نوت تربيع ناقص جاما. لاحظ هو كله جاي نبدي إحنا ناخذ الشرط مال الحالة وناخذ معادلة الساعة وأبدي أبسط بها مجرد تبسيط رياضي حتى حصل على صيغة الساعة عند هذه الشروط. For weak damping الجاما تقريبا صغيرة جدا. فإذا أرجع الجاما صغيرة جدا هنا شنو عندي الأي ماكس تساوي لهذه الصيغة. هذا راح يقترب من الصفر. ليش يقترب من الصفر؟ لأن إذا كانت القيمة صغيرة للمتغير وأربعها أو أخليها أس 3 أو أخليها أس 4 راح تصغر بالزايد. فهنا هذا الحد أقدر شنو أهمله. وبالتالي الـ A max راح تساوي لي F نوت على M 2 جاما أوميجا نوت. لاحظ هنا الـ أوميجا نوت عفوا الـ جاما هي C من تعريفه هي تساوي لي شنو تساوي لي C over 2M. فأقدر أكتب C على هذه الصيغة 2M جاما. وهنا لاحظ هنا 2M جاما إذا تنزل الـM طبعا تنزل هنا 2M جاما أقدر أكتب على شكل C هذا الحد هذا الـM والـ 2 جاما أقدر أعوض مكانهم C فتصير الـ A max تساوي لي F نوت على C أوميجا نوت. بعد هنا for weak damping. Sharpness of resonance quality factor هنا إذا كان التذبذب قريب من الـ resonance فهنا in the case of weak damping الجاما أقل بكثير من الـ أوميجا نوت. فهنا أنا أرجع أيضا إلى معادلة السعة وأناقش هذه الحالة الجاما أقل بكثير من الأوميجا نوت. أجي أنا هذا الحد أولا أقدر أكتبه على شكل شنو على شكل فرق بين مربعين وأقدر تقريبا أكتبه بهالصورة هذه زين. والجاما هنا 4 جاما تربيع أوميجا تربيع راح أقدر أعوض عنهم عن الأوميجا هي أوميجا نوت. فأجي أعوض عنهم الـ A راح تصير بدلالة الأوميجا وأعوض عن هذا الحد الحد الأول والحد الثاني بما يساوي وأبسط شوية
اسحب عامل مشترك، فهنا أنا عندي الـ A max تساوي لـ F نوت على M على 2 جاما أوميجا نوت. إذن الـ A max في جاما يساوي لـ F نوت على M في على 2 أوميجا نوت، وهذا هو هذا الحد الموجود فوق معادلة السعة في هذه الحالة، فأعوض عنهم بالـ A max جاما، فصير الـ A كدالة للتردد تساوي لي A max جاما على تحت الجذر أوميجا نوت ناقص جام أوميجا تربيع زائد جاما تربيع. وهذا هو واجب عليكم أيضا، تقدر تستفاد من العلاقات السابقة حتى توجد هذه العلاقات. الـ A كدالة للتردد تساوي نصف A max يمته، والتغير بالتردد يساوي 2 جاما وتساوي لي أوميجا نوت على جاما على كيو، اللي هو كيو هو كوالتي فاكتور. وقد عندنا مثالين هذن واجب عليكم، هن محلولات في البي دي افات، تقدرون ترجعوا لهن، واذا اكو اشكال تقدرون تعطوني خبر. شكرا جزيلا لكم شباب.